يا صباح الخير لكم عن جديد مشاهدينا. وصلنا لأول فقراتنا لليوم لنحكي فيها عن مفهوم القيادة، كيف بيقدر شخص يتميز اليوم بقيادة، ممكن أنه يقود مجموعة، وهل كل شخص قادر على القيادة؟ لنحكي أكثر عن هذا المفهوم. بصرنا نرحب بالأستاذ نزار يارد، مدرب تنمية بشرية وناشط تربوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا أستاذ، نورت صباحنا لليوم. اليوم بنحكي عن مفهوم جدا حلو بالمجتمع، إذا من هيك نعمل إسقاط. أحيانا نشوف مجموعة بتحس هيك في حدا كاريزما بيناته، بتحس أنه قائد عن جد، يكون هو الحلال المشاكل، هو طارح الأفكار، هو اللي راسم الخطط. ولكن بالتنمية البشرية في مفاهيم وأساسات أكيد اليوم بتنحط كرمال تتحقق أهداف القائد. فخلينا هيك نعرف بالتنمية البشرية اليوم شو مفهوم القائد. هلأ بالنسبة للعمل القيادي أو القائد بحد ذاته هي شغلة عنصر أساسي تمام بأي بناء مجتمعي وأي بناء إنساني وبناء الإنسان ذاته. يعني هلأ كلمة قائد، إذا بنأخذ تعريف القيادة كتعريف مبسط وبسيط، هي القدرة على التأثير في الآخرين وتعديل السلوك. فبالتالي القائد هو الشخص القادر على التأثير في الآخرين وتعديل السلوك. معناتها العملية عملية قدرة على التأثير. وأول شخص مدعو كل إنسان، أول شخص مدعوين نحن لقيادته هو ذواتنا. فبده يحاول الشخص قد ما فيه يكون مؤثر لذاته، يحاول يكتشف قدراته ومهاراته وإمكاناته ويفوت بهالمنجم الكبيرة اللي هي ذاته، ليقدر يطلع يكون عنده تأثير إيجابي بذاته، وبالتالي ليحقق التغيير. لأنه من خلال هذا التأثير نحن بننشد للتغيير. هي بالنسبة لتعريف، إذا بدنا ناخذ مستوى تعريف العمل القيادي أو القيادة أو القائد أو من هو القائد. فلذلك نحن من هون بنشوف إنه القائد بحد ذاته لحتى يقدر يحقق عملية التأثير لابد إنه يمتلك ملكات معينة ويمرق بمراحل معينة بشخصيته. من خلال أول شيء امتلاك الرؤية. القائد هو الشخص الوحيد اللي مدعو ليكون عنده رؤية. هي الرؤية اللي هي مجموعة الأهداف التي نسعى لتحقيقها. يعني لما تحقق كل أهدافنا المنبثقة من هي الرؤية بتتحقق رؤيتنا، يعني من كيف نحول الحلم إلى واقع من خلال تحقيق هذه الرؤية وتجسيدها إلى مجموعة أهداف. وبده يكون في عنده نوع من التوازن بشخصيته وبالعمل والعلاقات وإلى آخره، بالإضافة ليكون في المعرفة الحقيقية لإله، يمتلك مفاتيح معرفية معينة، زائد يكون في عنده قدرة على التحكم بالذات وإدارة الذات. هذا اللي بنسميه الذكاء العاطفي أحيانا، إدارة المشاعر. ليصير في هذا كله هالثالوث هذا اللي مرتبط بعملية الرؤية، نصير عندنا قدرة على امتلاك آلية التأثير بالآخرين لندعيهم للتغيير. لكن اليوم أستاذ بس نحكي عن قيادة الذات، هذا الموضوع أكيد ما هو بالأمر السهل. وقت الشخص بده يقدر يتحكم بمشاعره وبسلوكه، تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع وكيف الشخص اليوم بيقدر يتحكم بمشاعره وسلوكه ليكون بالبداية قائد لذاته. اليوم انا بدي اذا بدي سوق سياره، ما بقدر اتحكم بسيارتي اذا ما بعرفها. فقبل التحكم بدي اعرف من انا، بدي احدد مهاراتي، تقييم ذاتي، نقاط قوتي، نقاط ضعفي، شو الايجابيات المطلقه او القدرات والمهارات والامكانات اللي انا بقدر املكها او بسعى لامتلاكها لتحقيق اهدافي بالحياه، لحتى اقدر اعمل هذا التحكم، اعمل هي الاداره خليني اقول لذاتي ولقدراتي ومهاراتي. فأنا ما بقدر أملك ناصية التحكم إذا ما عرفت مين أنا، أعرف ذاتي. فبدي أغوص بذاتي مثل ما بيغوص البحار بالبحر ويقدر يطلع هالمكنونات هي ويكتشفها. لذلك نحن بالقيادة دائما مش منقول للآخرين لما ندرب قادة، إنه نحن ما نسعى لقيادة الآخرين، نحن نسعى لنعلم الآخرين كيف يقودون أنفسهم. صحيح. من خلال معرفتهم لذواتهم وإمكاناتهم، بعدين ننطلق إلى الآخر لحتى نقدر نبني هالعلاقات ونجيب الطيبات الحلوة لشخصيتنا لحتى نبهرها بأجمل الأمور يعني. طيب أستاذ خلينا هيك نروح لما بين مفهوم القيادة ومفهوم الإدارة. اليوم أكيد في فروقات، خلينا نوضح شو الفرق بيناتهم اليوم. هذا السؤال دائما بيقولوا لنا شو الفرق بين الإدارة والقيادة. هي بتختلط باللهجة الأولى، يعني ممكن نحن نروح للمعنى نفسه يعني. تمام. هلا للأسف أحيانا نحن بنروح نعطي القائد هو سوبرمان عصره والمدير هو سيء عصره، لأن دائما نحن منبخس بالعمل القيادي. هذا بالحالة العامية يعني، وخاصة على صفحات الفيسبوك لما يحطوا لنا شو الفرق بين القائد والمدير وإلى آخره.
اليوم ما عاد فينا نفصل القيادة عن الإدارة والإدارة عن القيادة، اليوم صار في عنا القائد الإداري والمدير القائد. عملية متشابكة بالأساس. علم القيادة هو كان أسبق من علم الإدارة. لما طلع علم الإدارة صار علم القيادة جزء من علم الإدارة. فصارت الإدارة بتنقسم لأربع محاور أساسية، اللي هي التخطيط والتنظيم والتنفيذ، يعني القيادة والرقابة والمتابعة. وبالتالي أصبحت القيادة جزء لا يتجزأ من العملية الإدارية. هلأ إذا بدنا ناخذها نحن بالمعنى العميق للكلمة أو للفروقات اللي نحن بدنا نشتغل عليها بالعملية الإدارية والقيادية، نحن بحاجة الاثنين. نحن بنقول كل قائد إذا بده يكون عمله قيادي، في 70-80% من عمله شأن قيادي وفي جزء منه إداري، وكل مدير في جزء من عمله قيادي. طيب شو الرابط بيناتهم؟ خلينا هاي المعادلة نقدر نفكفكها، نفكك رموزها. ما المهمة الأساسية للقائد بالأساس أو الدور الأساسي بالأساس؟ هو صناعة الرؤية أو إيجاد الرؤية. يعني بيجي القائد الأعلى اللي ماسك زمام الأمور بيكون يمتلك الرؤية. طيب هون بيجي تحته فريق إداري. شو دور الإدارة بالمهمة الأساسية؟ هي أن أحول هذه الرؤية إلى خطط قابلة للتنفيذ، إلى خطط عمل. شايفين كيف؟ هلأ طيب بيجي عنا بعدين فريق قيادي تحت هاي الهيكلية الإدارية. ففي قائد أعلى، في فريق إداري، في تحت قادة عم ينفذوا هاي الخطة، بدها تصير تنفذ. اللي حطتها الإدارة، مين بده ينفذ؟ أنتوا حضرتكم قادة هون هلا، مين بده ينفذ؟ الموارد البشرية أو فريق العمل. مين بيأسس فريق العمل؟ مين بيعمل هذا؟ الهيئة، القائد. القائد هو اللي بيكون فريق العمل وبيشتغل على متابعته وتطويره. طيب مين بيأمن عناصر لفريق العمل؟ الإدارة، من خلال تأمين استقطاب موارد بشرية وتأهيله وتنظيمه وتدريبه وزجه بفريق العمل اللي بده يقوده القائد. تمام؟ طيب هذا القائد كيف بده يخلي فريق العمل يشتغل صح؟ من خلال عمليات التحفيز. كيف الإدارة بتخلي الأفراد تشتغل صح؟ من خلال عملية الرقابة الإدارية والتقييم والمتابعة والتحفيز. تحفيز، هذا تحفيز القائد بيشتغله، الإدارة بتصدر العقوبات والمكافآت. لأنه القائد يستمد سلطته من الأتباع، أما الإدارة تستمد سلطته من النظام. يعني القائد المدير بيقدر يقعد بمكتبه ويصدر تعليمات، بينما القائد ما بيقدر يكون قائد إذا ما أقنع أتباعه بقيادته. لأنه القيادة دائما بعلاقة إنسانية مباشرة بهذا العمل. فلذلك اليوم من خلال هاي المعادلة، إذا بنجي نعمل تعريف جديد للإدارة والقيادة، بنقول القيادة هو الشخص الذي يبني فريق العمل ويساعد على بنائه من خلال تحفيزه لتحقيق الرؤية. العناصر ثلاثة حكينا. المدير هو الشخص القادر على استقطاب الموارد البشرية وتنظيمها وترتيبها وتدريبها ورقابتها إداريا لتنفيذ خطة العمل. كل عاطفة بتلعب دور أكثر بموضوع القائد، المفروض تضل موجودة. شو هي عفوا؟ انتبه. العاطفة والتأثير غير الإدارة. يعني بدنا نفهم شو العاطفة هون بقى. خلينا نقول التعاطف أكثر من العاطفة، يعني مو المشاعر اللينة هي اللي نحن. دور القائد يكون عنده نوع من التعاطف اللي هو تأييد المشاعر وإدارتها وحسن استقبالها لحتى نقدر نتفهمها. نحن أكبر مشكلاتنا مع الناس بمشاكلهم إنه ما بيعرفوا أو ما بيقدروا أو ما كتير بيعطوا تسميات حقيقية لمشاعرهم. موضوع المشاعر هي موضوع كتير كبير، كل حياتنا قائمة عليه، لأنه إجباري هو بده يفوت بالمشاعر القائد ليعدل السلوك. أنا ما فيني أعمل تعديل سلوك بدون الولوج بالمشاعر. ليش؟ لأنه اليوم نحن أي سلوك بيسلكه الإنسان مهما كان هذا السلوك ناتج عن شعور. صحيح. فأنا ما بقدر أعمل تعديل لسلوك شخص إذا ما فهمت الشعور اللي انبثق منه السلوك. دائما في عنا شيء اسمه مثلث الإدراك بالعلاقة. مثلث الإدراك عند الإنسان مرتبط بثلاث عناصر، ثلاث رؤوس للمثلث أساسية، هن الأفكار، المشاعر، الأداء. وبالتالي أنا هدول العناصر مرتبطة ببعضهم. إذا أنا شفت سلوك
فلابد ارجع لطريقه التفكير لاتفهم المشاعر. اذا فتت على المشاعر بدي اشوف شو الاداء اللي طلع لافهم التفكير. هي علاقه بدها شرح اكثر من هيك وكثير مهمه لنقدر نعمل تعديل سلوك. فلابد من اداره المشاعر لانتاج منتج ايجابي. طب استاذ اذا بدنا نحكي عن تاثير اليوم الذكاء العاطفي بقياده الذات، تخبرنا شوي عنه. تمام، شو هو الذكاء العاطفي؟ هو القدرة على إدارة أتفهم مشاعري وإدارتها وتفهم مشاعر الآخر وإدارتها. الذكاء العاطفي إذا بدنا نحكي بعجالة هو العناصر الأساسية تبعه، منه الناس بيقولوا 4 عناصر أو 5 عناصر، هن معرفة الذات، التحكم بالذات، القدرة على التحفيز، هدول فردية تحفيز الذات، بعدين عندنا التعاطف والعلاقات الاجتماعية. هدول العناصر الخمسة اللي نحن بنشغل فيهم بالذكاء العاطفي، اللي هن مثل ما قلنا القدرة كيف حاول اتفهم انا مشاعري. سميها صح، اليوم كثير احيانا بيكون واحد مزعوج شوي لك انا مكتئب، بيحط حاله بإطار هو ماله صحيح وبيبني عليه. لا بقول له طول بالك، خلينا نحن شوي نشوف الامور، انت مالك انت مزعوج، بنلاقي حلول، بنلاقي بنشوف كيف. إذا كان بيكون واحد كثير تعبان بيعمل إنه أنا ما بني شيء، بصير كمان جلد ذات كمان القصة. لا، بدنا نسمي المشاعر صح على حقيقتها لنقدر نشتغل على التعامل معها ومعالجة المترتبات لإلها. طيب أستاذ نزار، قد مهم اليوم الكورسات بالتنمية البشرية بمفهوم القيادة ومفهوم القائد، ونقدر نفرق نحن ما بين الإدارة وما بين القيادة، قد مهم اليوم نحن نتابع هاي الكورسات؟ وهل في حال ما كان في إمكانية للكورسات، هل الأونلاين اليوم عم يكون فعال بالتدريب والتعليم؟ كثير هو دائما يعني الفيس تو فيس بيكون افضل، التواصل يعني المباشر بيكون فعال اكثر. صحيح. الحقيقه لانه في خبره. صحيح. انا من انصار انه الكورس بيكون اخر شيء بالحياه. يعني انا ما ببلش بالكورس بنهي بالكورس. بدي اعيش خبرات معينه لما يجي اعمل دوره او اعمل كورس او اعمل ورشه عمل او اعمل اي شيء يكون عارفان على شو عم بحكي. قصدك بالخبرات هي الحياه؟ يعني مثلا مواقف. خبرات حياتيه ضمن نطاق عمل جماعي. يعني مثلا حضرتك انت اشتغلتي بمكان. انا مالي من انصار، من خلال خبرتي انا كمان بكشاف سوريا عضو لجنه تنفيذيه عليا، اذا بدي اشتغل على العمل القيادي مثلا، انا بدي زجه للشخص بالعمل القيادي، خليه يعيش خبرات معينه كمساعد قائد، بعدين بقول له يلا رح هلا انت شفت تعرفت شرف لنعمل دوره لنعمل كورس. اما اذا بالاساس بلشت بالكورس او بالدوره ممكن احكي له شيء هو ما له عاش ومو مختبره. صحيح. فما بيعرف، بيصير نصه بينكب بينسى. فكتير مهم، انا وجهه نظري من انصار اني انا عمل تدريب نرجع للعمل لحتى نفهم العملية بشكل حقيقي ونبلورها بشكل حقيقي. نعم. استاذ، في كثير ناس بيخلطوا بين التدريب او المهارات او القدرة على القيادة بين انه الشخص لازم يكون عنده شهادات معينة او دراسة معينة او مهارات معينة، خلينا نوضح اكثر هذا الشيء. ممكن فلاح بارض لا له ما له دارس وما له متعلم يكون اهم قائد بالعالم. هلا بنحكي عن مستويات القيادة اذا بتحبي. القيادة ما لها علاقة بالشهادات، لها علاقة بالتفاعل الذاتي مع الذات ومع الآخر. هل قوة عملية الشخصية إلى دور؟ عملية تأثير. قوة الشخصية إلى دور؟ قوة الشخصية عنصر من العناصر. شو يعني قوة شخصية؟ أنا نحن شوي المدربين بنحب كل شغلة نعرفها يعني. لما أقول شخص قوي الشخصية شو يعني؟ يعني هل هو صوته عالي أو صوت، نحن أحيانا في ناس فكروا واحد إذا علّى كثير صوته يعني شخصيته قوية، هذا أضعف شخص بالكون على الفكرة. تمام. بيكون لأنه دائما اللي بيعلى وتيرة صوته أو العنيد اللي بيغضب كثير بيعبر عن غضبه بصوت عالي هو يدافع عن نفسه. فاليوم أنت مهارة القيادة ممكن تولد مع كل إنسان، في عنده مهارة من القيادة اشتغل عليها اكتشفها ونماها بيصير قائد، ما اشتغل عليها ما بيصير قائد. الشهادة بتعني أني أنا شخص متعلم وبعرف وعامل دورة، بس ما بتعني انه انا صرت افهم بالقيادة. صحيح. لانه بدها ممارسة. هلا كنا عم نحكي اذا انا عملت دورة واخذت شهادة وعلقتها على الحيط وانا مالي مارس العمل القيادي. صحيح. الخبرة، الحياة عبارة عن مجموعة خبرات متراكمة، خبرة ورا خبرة بتعلمنا. الحياة مدرسة بالنهاية. مدرسة خبرات، مجموعة خبرات. انت اليوم الكتاب بيعطيكي اطار، بيعطيكي بيهيئ لك طريق بس ما بيعلمك، بيعطيكي معلومة بس ما بيعطيكي معرفة. المعرفة بتجي بالممارسة،
فلذلك نحن دورنا نحول المعلومة إلى معرفة إلى مهارة. صحيح. ما هيك؟ طبعا. فأنا بالآخر شيء بدي أوصل للمهارة، والتدريب هو ليوصل لك يحول لك المعلومة إلى مهارة بتقدري تمارسيها تشتغلي عليها، وإلا بدون هيك ما بيشتغل. ففي ناس بالتواتر بالممارسة بأرضه بمعمله في أشخاص بتحسي عندهم روح القيادة بجواتهم. في ناس بيتعينوا قادة بس ما بيقدروا يكونوا قادة. يعني في ناس لذلك بتلاقي في جون ماكسويل خبير القيادة حط 5 مستويات للقيادة. اللي هن؟ أول مستوى هو قائد المنصب. هذا الشخص اللي بيشتغل على قد المنصب اللي هو فيه. هذا أول مستوى قائد المنصب. نعم. بيشوف حاله ضمن المنصب مبسوط بكلمة قائد. بس هذا ما كتير بيطول بعدين إذا ما تحول. بيجي عنا بعدين المستوى الثاني القائد بالعلاقات. هل الناس بتحب تشتغل معه مو لأنه فهمان، لأنه محبوب لذيذ ظريف حباب عنده علاقات جيدة، وبالتالي بيقدر يعمل مخرجات أو منتج من عمله من خلال علاقاته. بس كمان هذا ما كتير بيطول لأنه ممكن العلاقات تروح. صحيح. نجي للمستوى الثالث القائد بالنتائج. تمام. وبالتالي بصير أنا هون الناس بتمشي معه لأنه شخص فهمان مو لأنه ظريف أو حباب أو لأنه نحن قريبين منه، لأنه بيقدر نحقق نتائج معه. فهلا نحن أغلب العالم بهدول الثلاث محاور يكون بالمنصب بالعلاقات بالنتائج وبيتراوحوا بيناتهم بيشتغلوا عليهم ليربطوا عملية النتائج والعلاقات مع بعضهم ليصيروا يطوروا حالهم بعدين العملية القيادية أكثر. بنفوت للمستوى الرابع اللي هو القائد المدرب. هل قادر على صناعة قادة، قادر على التأثير أكثر، يكون عنده قادة حواليه يقدر يشتغل عليهم يدربهم يهيئهم ينظمهم يشتغل معهم، يكون هذا قائد قادر على أنه يكون مدرب حقيقي ويكون في عنده شركاء بالعمل القيادي. المستوى الأخير القائد الملهم، هل بيكون شخص بيعطي إلهام للناس. نستمد في عنا كثير قادة ملهمين بتلاقي بالمجتمعات، ممكن ما أكون بعرفه أنا ولكن بستفيد من خبراته وتجربته، وهذا بيكون أعلى مستويات القيادة. هل بيقدر يعمل تحفيز بدون ما يكون موجود معي بس من خبراته وتجاربه وعلاقته. طيب اليوم إذا بدنا نقول عن الأخطاء اللي ممكن القائد أو المدرب أنه يقع فيها، شو أهم الأخطاء؟ أو لازم يبتعد عنا يعني أنه يبتعد عن بعض النقاط. تكبر قبل كل شيء. تكبر زائد على أنه ممنوع أعطاء معلومة خاطئة. أنا كثير بخاف من المعلومات الخاطئة لأنه أنت كشخص مؤثر، أنت قائد وبالتالي أنت مؤثر. أنا كمؤثر أي كلمة بقولها لأي فرد من الأشخاص اللي عم تعامل معهم، ممكن يكون عم قود أولاد صغار، ممكن عم قود يافعين، عم قود شباب، عم قود، فأي كلمة بتطلع مني هن حفظوها خلص انحفرة ما بقى تنشال. هاي بكتير بدي انتبه للمعلومة، مو غلط اعتذر إذا أنا أخطأت وارجع قوي. كنا عم نحكي على قوة الشخصية، الشخص القوي مين هو؟ هون بتجي قوة الشخصية بهذا السؤال، هو القادر على اتخاذ القرار وتحمل تبعات هذا القرار. مسؤوليته. أنا ما بكفي أخذ قرار، بدي أتحمل تبعاته. فأنا اليوم إذا أنا رحت أعطيت معلومة غلط، إذا عندي قوة شخصية كقائد بدي صلح غلطي وأرجع أتراجع وأقول لهم أنا هون أخطأت بعتذر منكم، والاعتذار شجاعة وقوة. أستاذ بدنا نصائح منك لكل الأشخاص اللي بيحبوا يحفزوا حالهم أو يتدربوا على موضوع القيادة. في منهم شباب صغار بيفكروا بهذا الشيء أو يلجأوا لدورات أنه أنا حابب بالمستقبل أصير قائد ناجح، نصائح من حضرتك؟ يعني أنا بقول لهالشباب ما كثير تستعجلوا، كل حدا ينمي حب التأثير جواته يأثر بذاته يأثر ببيئته يأثر بمستقبله. ينتبه إذا أنا بدي صير قائد لذاتي ومؤثر لذاتي لبناء ذاتي، ونفس الوقت عم بحكي على الشباب الصغار اللي بالمدرسة. تمام. أول خطوة لتكونوا مؤثرين بتكون تدرسوا وتنتبهوا لدروسكم وتنتبهوا لمناهجكم اللي عم تشتغلوا فيها، لحد لأنه أنتوا رح تكونوا الصورة المؤثرة للآخرين. صحيح. وبالتالي بدي يكون صورة ناصعة نقية لرفقاتي كمان. لما أكون أنا قائد عندي معرفة عندي حضور عندي ثقافة، أنا ما عمله أكون من الأول أو أكون من الأوائل. أنا من الأشخاص اللي ما كثير بحب العلامات العالية يعني، لأنه بحسها هي بتروح تجنح بشخصية لغير محل غير الوعي. يعني اللي عنده علامات عالية ما بيملك الوعي الكافي بيكون، مو شرط يعني عفوا مو إنه ما بيملك بس مو شرط يكون بيملك الوعي الكافي. وبالتالي الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعمل القيادي بدهم يشتغلوا بالعمل القيادي بعدين بيطوروا وبيفوتوا بمنظمات، بيفوتوا بالعمل التطوعي. وأهم عمل تطوعي للتحفيز العمل القيادي هي الحركة الكشفية.
وعندنا الحركه الكشفيه بسوريا نشكر الله يعني منتشره بشكل كثير كبير، ويبنوا فعاليات ويقدموا مبادرات ليكونوا قاده لذاتهم وقاده لاصدقائهم ورفقاتهم وقاده للمجتمع. ان شاء الله هيك بنتمنى كل المعلومات اللي ذكرتها حضرتك توصل. استفدنا كثير نحن وتعلمنا من حضرتك، يعني اكيد اليوم مفهوم القياده مفهوم جدا مهم بالمجتمع، ونتمنى تعميمه ايضا بالمناهج والمدارس بعمر مبكر كرمال هذا الطفل يكبر وعنده هي البذره القياديه الصحيحه. شكرا استاذ نزار لحضورك اليوم. شكرا لك. بدي اختم بكلمتين بس بدي اقول لك شيء، القياده وين تاثيرها؟ حضرتك قلتي نهايتي بكلمه البذره. البذرة إذا عنا بذرة صالحة حطيناها بتربة صالحة رح تنمى، وإذا عنا بذرة سيئة حطيناها بتربة صحيحة بتربة صالحة ممكن تعيش. فالبيئة الأساسية للعمل هي الأساس، هي اللي بتحفز الأشخاص، وكتير عنصر مهم بحياتنا. وإن شاء الله يا رب بتكون سوريا أجمل بيئة للعمل ولقيادة الكون وقيادة العالم. شكرا، نتشكرك ونتشكر المعلومات اللي قدمت.